ارتكب جريمة شرعية اللي يستحق على أثرها السجن مثلا أو إجراء الحد مثلا أو عقاب معين مثلا، إذا ثبت أنه كان جاهلا بهذا الحكم يرفع عنه العقاب. هذا قانون جدا متطور في الإسلام، الظاهر هذا الحكم في يومنا هذا لا يطبق على وجه هذه المعمورة. حتى في الدول الديمقراطية التي تدعي الحرية على تطورها يأخذون الإنسان المرتكب لخلاف القانون ويغرموه ويعاقبوه من دون النظر إلى علمه أو جهله. الإسلام مو هكذا. لاحظوا هذه الرواية في المسائل الفرعية الجزئية. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن أبا بكر أتي برجل قد شرب الخمر، من أشد المحرمات شرب الخمر، جاءوا بهذا الرجل الذي شرب الخمر فقال: لما شربت الخمر وهي محرمة؟ فقال: إني أسلمت وما أدري، أنا كنت بين جماعة ذولا يشربون الخمر ويستحلون الخمر وأنا لا أعلم ذلك، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها. جاهل يد متى؟ يمكن بعد سنوات من حكم تحريم الخمر. الظاهر الحكم منتشر في كل مكان، ولكن هذا يدعي الجاهل. خب المعضلة من لها؟ أبو الحسن. لا أبقاني، ذاك الرجل يقول لمعضلة ليس لها أبو الحسن. فقال علي لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار. حققوا، جاهل لعالة، فمن تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلي عليه آية التحريم فلا شيء عليه. ففعل ودو فروا على المهاجرين والأنصار. أنتوا قرأتوا الآية أمام هذا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله، خلاص لا يجرى عليه الحد لأنه جاهل، رفع ما لا يعلمه. في أصول الدين هكذا، في فروع الدين أيضا هكذا، لا عقاب. طبعا ضوابط ومقررات وشروط وتفاصيل مذكورة في الكتب الفقهية. الآن في الإطار العام ده نتكلم بغض النظر عن التفاصيل الجزئية. مقتضى العادل الإلهي والرأفة الإلهية أن لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا، ومن مقتضى الحكمة الإلهية أن يغلق باب الاعتراض. هذه من الحكمة. بعض الأحيان واحد يتخذ قرارات صائبة، قرارات صحيحة، ولكن أكو ثغرات، هذه الثغرات ربما تكون مستمسك للبعض للاعتراض. القرار صحيح وصائب، لا بد وأن ينفذ وينفذ، ولكن أكو لزمة، أكو حجة، أكو ثغرة، واحد يريد ينفذ من هذه الثغرة ليعترض، أكو موجود. الإنسان غير الحكيم لا يعتني، ما يسد الثغرة. الله تبارك وتعالى من حكمته سد حتى هذه الثغرة حتى واحد لا يعترض على الله. هذا كلش مهم. سواء واحد يريد يعترض بدون مبرر ذاك كيف، ولكن ماكو مجال للاعتراض. الله تبارك وتعالى منح الإنسان العقل والفطرة وبعث الرسل وأتم الحجة بالأنبياء بالأوصياء حتى شنو؟ حتى واحد لا يعترض على الله تبارك وتعالى. ليش ما أتممت الحجة علي؟ ليش عذبتني قبل إرسال الرسول؟ الله عز وجل يتمكن أن يعذب حسب علمه، يدري مصيره في المستقبل شنو، هذا من أهل النار أو من أهل الجنة، من دون امتحان من دون اختبار يوصله إلى مصيره، يتمكن
هو العالم، هو المحيط بكل شيء، هو القيوم، هو القادر، هو المالك. ولكن حتى لا يعترض عليه أحد، هذه مقتضى الحكمة. لاحظوا هذه الرواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فإن قال قائل فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتى اختبرهم، الله ما كان يدري لذا اختبرهم. لا، مو صحيح هذا، الله كان يدري، اختبرهم لعدله ليبين لهم عدله، اختبرهم لحكمته. قلنا بلى، قد علم ما يكون منهم قبل كونه، وذلك قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن، يدري أن هذا في المستقبل حتى بعد الامتحان والاختبار ودخول جهنم رجعنا نعمل صالحا. لا، لا يرجع، كلا أنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. ليش؟ لأنه لو ردوا لعادوا لما نهوا عن، الله يدري تبارك وتعالى بذلك. وإنما اختبرهم ليش؟ ليعلمهم عدله، هذا مقتضى عدل الله تبارك وتعالى، ليعلمهم حتى يخبرهم أنا عادل. يسد هذا طريق الاعتراض عليها. ولا يعذبهم إلا بحجة بعد الفعل، وقد أخبر بقوله تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. تمت الحجة على الكفار بمختلف أنواعها، الفطرة، العقل، الأنبياء، الرسل، القرآن. إن لم يؤمنوا فيستحقون العذاب بسوء اختيارهم، لا أكثر ولا أقل. ولذا يقول تعالى ولو أنا أهلكناهم، يعني أهلكنا الكفار بأعمالهم السيئة أو بكفرهم، بعذاب من قبله، يعني من قبل القرآن الكريم أو من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. لو أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل القرآن أو من قبل الرسول، فهذا الضمير يعود إلى شنو؟ الآية السابقة لا بها القرآن، كلمة القرآن، ولا بها كلمة الرسول. هذا الضمير يرجع إلى القرآن أو الرسول باعتبار المعنى، ما يفهم من الآية السابقة أولم تأتهم بينته، يعني القرآن، ما في الصحف الأولى البينة، الدلالة، الآية، القرآن الكريم، المعجزة اللي بيناها في الليلة السابقة. بعذاب من قبله، هذا القرآن أكو فد رسول وراء اللي ينزل من قبله، يعني من قبل القرآن أو من قبل الرسول، المفهوم من الآية السابقة. ويشهد لذلك تتمة الآية لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، من قبله يعني من قبل الرسول، لولا أرسلت إلينا رسولا. ولو أنا أهلكناهم لعذاب من قبله لقالوا، يعني احتجوا على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، شنو يقولون؟ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني لماذا لم ترسل إلينا رسولا اللي يبين لنا شنو أوامرك، شنو نواهيك، شنو تريد، ما الذي يدعونا إلى طاعتك، أي شيء تحذرنا منه، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، يعني نعمل بتلك الآيات، نعمل بالقرآن الكريم، نعمل بأوامر الرسول صلى الله عليه وآله، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، من قبل الذل والخزي، الذل في الدنيا، الخزي في الآخرة، أو كلاهما في الآخرة، أو في الآخرة والدنيا مع الذل، يعني الهوان. شنو الفرق بين الذل والخزي؟ الذل الهوان على الإنسان يكون ضعيف ذليل،
يقاد على كرح، هذا يسمى الذل، صغار وانكسار. هذا قد يكون في نفسه، قد يكون ذلك الذل مع الفضيحة. يعني بعض الأحيان واحد ذليل في نفسه هين، بعض الأحيان ذليل ومفتضح أمام الآخرين، فيقولون ذولا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل في أنفسنا في الدنيا ونخزى نفتضح في الآخرة، حيث يلقى الكافر في نار جهنم. لسد هذا الباب عليهم، باب الاعتراض، الله تبارك وتعالى أرسل الرسل، وهذا من عدله ورأفته وحكمته، وإلا لكان هنالك مجال للاعتراض، وكان الحق معهم فيما يبدو في ظاهر الآن. يا الله أنت ما دزت لنا رسل، أنت لم تتم الحج علينا، فلماذا عذبتنا؟ فلإتمام الحجة، مع أن الله تبارك وتعالى قادر عالم قيوم يتمكن أن يصنع بالعباد ما يشاء ولا يردعه شيء، وذلك باستحقاقهم، ولكن مع ذلك فسح لهم المجال لكي يختبرهم. وعلى أساس هذا الاختبار بعد إرسال الرسل يتبين مصيرهم. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. هذه الآية يستظهر منها ربما أن القرار بيد الإنسان، مصيرك بيده أنت اللي تقرر شنو تريد تصير، أصحاب اليمين إن شاء الله أو لا سمح الله أصحاب الشمال. إحنا منقهرك بالقوة قررنا أن زمام الأمر يكون بيده. نعم لا نهملك بالمرة، فرد مرة واحد يترك المجرم ويهمله يفعل ما يشاء، فرد مرة لا يحذره يخوفه، مقتضى الحكمة الإلهية والرأفة الإلهية أن لا يترك المجرم من دون إنذار، من دون تهديد، من دون تخويف. نجمع بين الاختيار من جهة، من جهة تبشير، إن لم ينفع التبشير البشارة بالجنة التهديد. قل كل متربص، التربص يعني الانتظار، مو الانتظار العادي، انتظار ربما لوقوع حادثة مهمة. قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، نتربص يعني ننتظر وقوع حادثة تغير مجرى الأمور. هم إحنا المؤمنين هم أنتوا الكفار نتربص، واحد يتربص بالثاني، المؤمنون يتربصون بالكفار أن يوقع الله بهم ما وعده الله للمؤمنين بالناصر، والمستقبل كفيل لأن يكشف ذلك، المستقبل القريب المدى في انتصارات رسول الله صلى الله عليه وآله على الكفار، المستقبل بعيد المدى حينما يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو في الآخرة هنالك تتبين الحقائق. قل يا رسول الله لهؤلاء الكفار كل متربص، يعني كل واحد منا ومنكم متربص، يعني منتظر ليرى مصير الآخر. إحنا ننتظر وعد الله تبارك وتعالى الذي وعده لنا، إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وأنتم تنتظرون بينا أن نموت وترتاحون من شرنا، تتغير المعادلة كلها، لأن ذولا كله كانوا ينتظرون موت رسول الله صلى الله عليه وآله، نتربص به ريب المنون. فتربصوا، هذا تهديد، انتظروا، مثل فد واحد يقول للمجرم انتظر
ساعة الأخذ راح تجي، المحكمة تقام، الشهود يشهدون عليه. هذا في مقام أمر، في مقام التهديد. فتربصوا، يعني انتظروا أيها الكفار تهديدا لهم حتى تشوفون عاقبة الأمر. فستعلمون في المستقبل قريب المدى حينما ينتصر عليكم رسول الله صلى الله عليه وآله، أو في المستقبل بعيد المدى بظهور الإمام المهدي، أو في يوم القيامة. الدنيا أيام قلائل، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة أو راحة طويلة. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، يعني الصراط المستقيم وهو الدين القويم، ومن اهتدى من الضلالة إلى الحق. وفي تفسير أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: ومن اهتدى إلى ولايتنا. وعنه عليه السلام في الصراط السوي: علي صاحب الصراط السوي، ومن اهتدى أي إلى ولايتنا أهل البيت. وعن الإمام الصادق عليه السلام عن الصراط فقال، سئل عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر في جهنم، الذي هو جسر جهنم في الآخرة. ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم، العياذ بالله من ذلك. وعن الإمام الصادق عليه السلام: نحن والله سبيل الله الذي أمر الله باتباعه، ونحن والله الصراط المستقيم، ونحن والله الذي أمر الله العباد بطاعتهم، فمن شاء فليأخذ من هنا ومن شاء فليأخذ من هناك، ولا تجدون والله عنا محيصا. وعن الإمام الصادق عليه السلام: الصراط السوي، هذا من باب بيان المصداق من أجل المصاديق في آخر الزمان، الصراط السوي هو القائم والمهدي من اهتدى إلى طاعته. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بهذه الكلمات ننتهي من هذه المحاضرات في سورة طه الكريمة. هذه السورة باعتبار أنها مكية احتوت على مجموعة من القيم والمعارف الحق من بدايتها إلى نهايتها، نلخصها في أسطر، في كلمات على الخطوط العريضة. مجمل هذه السورة تدور حول العقيدة والأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. في البداية تطرقت إلى القرآن وإلى الرسول صلى الله عليه وآله، ثم إلى علم الله تبارك وتعالى وقدرته وملكه وعظمته وجبروته، ثم تطرق إلى قضية النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكيفية نبوته ومعجزاته ورسالته إلى فرعون واختيار الوزير له، ثم مناظرته ومواجهته مع السحرة، ثم هلاك فرعون وإيمان السحرة، ليدل على أن باب التوبة مفتوح.
الإنسان إذا أخطأ، إذا عصى، حتى إذا كان كافر، الله تبارك وتعالى يفتح الباب لا وفرار بني إسرائيل وغرق فرعون، ثم ارتداد بني إسرائيل بعبادة العجل، ثم حرق العجل ذلك الإله المتخذ، ثم عرضت السورة مشاهد من يوم القيامة كنسف الجبال وحشر المجرمين زرقا. وأما المؤمن الذي يتبع آيات الله تبارك وتعالى بالتوبة والاهتداء فهو في أمان من كل تلك المخاوف في يوم القيامة. ثم تطرقت الآية إلى قضية النبي آدم صلوات الله وسلامه عليه وكيفية هبوطه إلى الأرض وضرورة التوبة وضرورة اتباع هدي الله تبارك وتعالى. أما المعرض فمصيره الحياة الضنك الضلال والحياة الصعبة والعيش الضنك والعذاب الأبقى. ثم بيّنت السورة جانباً من هلاك الأمم السابقة وضرورة أن يتحلى المؤمنون بالصبر وبإقامة الصلاة والابتعاد عن الدنيا، وفي نهاية المطاف تهديد الكافرين بالمصير الأسود الذي ينتظرهم. كنا معكم خلال هذه السنوات، طولت حوالي هذه السورة 7 سنوات، أنا لا أدعي أنها تفسير وإنما مجموعة من المحاضرات، حوالي 180 محاضرة كانت، تطرقنا إلى بيان بعض ما خطر بالبال لا أكثر ولا أقل، ربما فيها بعض الكلمات التي لا تكون مطابقة للواقع، ربما فيها عبارات غير دقيقة، ربما فيها كلمة سبقت مني لم أقصدها، ربما تعميم في موضع التخصيص أو تخصيص في موضع التعميم، ربما مبالغة كبيرة، عبارة غير دقيقة في غير محلها، ربما كان هنالك مفهوم أو كلام أو عبارة غير مطابق لما أراده الله تبارك وتعالى، فأني أستغفر الله لي ولكم أجمعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.